بولايتي البوليدة إن استقبلت مرتفعات الشريعة منذ صباح اليوم أعدادا كبيرة من الزوار الذين توافدوا عليها من مختلف الولايات للتمتع بالمناظر الطبيعية الخلابة التي رسمتها الثلوج المتراكمة على أشجار الأرز الأطلسي ما زاد المنطقة جمالا يأسر الأنظار. تقرير عادل الشوشو ورياض بالقاسم. بعد ارتدائها لحلة بيضاء ناصعة، ها هي بلدية الشريعة بالبليدة تستقبل زائريها الذين يستمتعون بالمناظر الطبيعية التي تشتهر بها هذه المنطقة التي زادتها جمالا الثلوج المتراكمة على أشجار الأرز الأطلسي. ورغم برودة الطقس إلا أن عديد العائلات لا تريد إضاعة هذه الفرصة لقضاء أمتع الأوقات مع أبنائهم، فمنهم من يصنع مجسمات ودمى ثلجية، ومنهم من يخلد صورا للذكرى خاصة للصغار الذين يستمتعون بالثلوج لأول مرة. اليوم جينا الحمد لله ربي كرمنا بشوية كرمنا بالثلج كذا الشتاء يامات هذه راهي مليحة شريعة كتعرف. الحمد لله خويا رانا هنا نديرو لي فوطو والناس اون فامي منا الحمد لله خويا. جاوني بابا شريعة راني فرحانة بزاف. اليوم طيح الثلج راني فرحانة بزاف وجاني مع خواتي فعجبني الحال بزاف. بعد ساعات من تراكم الثلوج توافد الزوار من مناطق مختلفة لقضاء أفضل الأوقات بعيدا عن ضغوطات العمل والدراسة. حاجة بون بون أنا صيفي هذه نعمة من عند ربي الحمد لله ربي اللي أعطانا الثلج هدايا وإن شاء الله خيرات للبلاد وإن شاء الله ربي هذه نربحوا عليها. احنا جينا وميلت بومرداس جينا نزوروا شريعة هنايا حلاي زاهية لاباس حلاي بيضاء جينا ليسوفونير مع أصحابنا نضربوا لي فوطو هذه هي. يبقى اتخاذ كافة الإجراءات الاستباقية من قبل السلطات المحلية ضرورية جدا لتسهيل حركة سير المركبات وتنقل العائلات ضمانا للاستمتاع بهذه الوجهة السياحية الخلابة. إذن بهذه المناظر الجميلة